أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاحتمالات المطروحة في تشخيص المرادي من كلمة صعيد المذكورة في آية الشريفة: فتيمموا صعيدا طيبا. قلنا أن الاحتمالات أولى في تفسير كلمة الصعيد ثلاثة. القول الأول أنه عبارة عن التراب، مطلق التراب. القول الثاني أنه عبارة عن التراب الخالص. القول الثالث أنه عبارة عن مطلق وجه الأرض. ثم بعد ذلك أدمجنا القول الثاني في القول الأول، صارت الأقوال عبارة عن قولين: القول الأول أنه بمعنى التراب، والقول الثاني أنه عبارة عن مطلق وجه الأرض. ثم تطرقنا إلى ذكر المؤيدات للقول الأول في مقابل القول الثاني، يعني المؤيدات لكون الصعيد هو تراب لا مطلق وجه الأرض. ودخلنا في المؤيد الأول وهو عبارة عن كلمة منه في الآية المذكورة في ذيل الآية، وذكرنا أن كلمة منه لم تذكر إلا في الآية المذكورة في سورة المائدة، أما الآية نفسها المذكورة في سورة النساء فلم تذكر فيها كلمة منه. هذه كلمة منه المذكورة في سورة المائدة جعلت مؤيد للقول الأول، يعني في مقابل القولين الأول والثاني في مقابل القول الثالث، أو للقول الأول بعد إدماج القولين الأول والثاني أحدهما بالآخر في مقابل القول الثالث، بالبيان الذي تقدم سابقا، وهو أن منه في منه للتبعيض، والتبعيض يقتضي أن يكون المسحو فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، أن يكون المسح من بعض الصعيد، أو الضمير في منه يعود إلى الصعيد كما هو واضح. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي من الصعيد. فمن للتبعيض يقتضي أن يكون المسح من بعض الصعيد وببعض الصعيد. ويقول صاحب هذا التأييد، يقول أن الصعيد هو التراب، لأن الصعيد إذا كان هو التراب حينئذ يكون مسح الوجه واليدين ببعض الصعيد، أي بالتراب الذي يعلق باليد بعد ضربها أو وضعها على الأرض كما سيأتي. أما إذا كان المراد بالصعيد هو مطلق وجه الأرض، ولو كان صخرا أملسا لا تراب فيه، هذا لا يصدق عليه أنه يمسح وجهه ويديه من الصعيد، لأنه لم يعلق شيء في اليد عندما يمسح بها الوجه واليدين حتى يقال أنه مسح وجهه ويديه ببعض الصعيد. هذا التبعيض، معنى من التي هي للتبعيض، لا يصدق إلا بناء على أن يكون المراد بالصعيد هو التراب، فيكون هذا مؤيدا لهذا القول في مقابل القول الآخر. هذا المؤيد وقع محل كلام، وذلك لأنه كما هو واضح يتوقف على افتراض أن من في الآية الشريفة للتبعيض فيتم هذا المؤيد، بينما الجماعة الفقهاء، بعض الفقهاء من العامة والخاصة، ناقشوا في ذلك وطرحوا في من احتمالات أخرى غير التبعيض، فطرحوا احتمال أنها ابتدائية، وطرح احتمال أنها سببية، وطرح احتمال أن من هنا منزل منزلة الغالب.
قالوا أن من يضاف إلى احتمال التبعير فيها احتمال أن تكون ابتدائية، بمعنى أن الآية تريد أن تقول أن الصعيد يبتدئ به المسح ابتداء الغاية، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يعني أن ابتداء المسح يكون من الصعيد، كما تقول مثلا سرت من النجف مثلا، بمعنى أن ابتداء السير كان هو النجف من النجف. هنا أيضا يكون المعنى أن ابتداء المسح يكون من الصعيد وبالصعيد، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، من تحمل هذا المعنى، تحمل معنى الابتداء، هذا احتمال. الاحتمال الآخر في الآية في من أنها للسببية، بمعنى أن الضمير في منه لا يعود إلى الصعيد، وإنما بناء على هذا الاحتمال نرجع الضمير في منه إلى الحدث المستفاض ضمنا من سياق الآية الشريفة. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي من الحدث، ومن حينئذ تتضمن معنى السببية، أي امسحوا وجوهكم وأيديكم بسبب الحدث، ومن الحدث يعني بسبب الحدث. وهذا معنى متعارف لمن، من قد تأتي بمعنى السببية. ومنه قول الشاعر الفرزدق حينما في قصيدته المعروفة التي مدح بها الإمام زين العابدين علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه، القصيدة الميمية المعروفة، من جملة أبياتها قوله يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. يغضى من مهابته يعني يغضى لأجل مهابته، من هنا تتضمن معنى التعليل والسببية، يغضي حياء ويغضى من مهابته يعني يغضى لأجل مهابته، بسبب مهابته في القلوب وفي نفوس الناس يغضى حياء، لا يستطيع الإنسان أن ينظر إليه لأجل هيبته وعظمته. فمن تأتي بمعنى السببية. إذن هناك احتمال في الآية أن من هنا بمعنى السببية، وأن الضمير يعود إلى الحدث الذي يفهم من سياق الآية الشريفة، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، أو لامستم النساء ثم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يعني لأجل الحدث، أن هذه الوظيفة التي شرعت لكم إنما شرعت بسبب الحدث ولأجل الحدث. هذا احتمال آخر في من. الاحتمال الآخر في من هو أنها للغالب، المقصود أنها للغالب بمعنى أنها من نبقيها على التبعير، لكن التبعير منزل منزل الغالب، باعتبار أن الغالب في الصعيد هو أن يكون الصعيد أو ما يصدق عليه الصعيد فيه تراب عادة، فتنزل منزلة الغالب، وهذا لا يعني عدم جواز التيمم على الأرض الصلبة مثلا، وإن كانت من للتبعير، ولكنه إنما ذكرها كتبعيضية باعتبار أن الغالب هو وجود التراب في الصعيد، وأن الغالب هو أنه يبقى شيء في اليد عند ضربها على الصعيد يمسح به الوجه واليدين، فتنزل منزلة الغالب، لكن هذا لا يعني عدم جواز التيمم على الصخرة الملساء التي لا تراب عليها، لأن التبعيض في الآية منزل منزلة الغالب. هذه احتمالات عديدة في من، مع طرو هذه الاحتمالات وورود هذه الاحتمالات حينئذ هذا المؤيد الأول لا يكون تاما، لأن هذا المؤيد كما هو واضح يتوقف على إثبات أن من للتبعيض، بينما من يوجد فيها احتمالات أخرى، وعلى أساس هذه الاحتمالات لا تكون مؤيدة للقول الأول في مقابل القول الثالث مثلا. نعم، ذهب جملة من المفسرين إلى أن من في الآية للتبعيض، وأصر على ذلك صاحب الكشاف الزمخشري، وقال بأنه لا يفهم من إلا التبعيض، وبينما بقية المفسرين
ذهبوا إلى أن من هنا للابتداء ابتدائية وليست للتبعيض، وقالوا بأنها دالة على أن الصعيد مبتدأ منه، ويؤيد لعله أنها ابتدائية، يعني مما يؤيد الاحتمال الثاني أنها ابتدائية لا تبعيضية، لعله يؤيد ذلك ما أشرنا إليه سابقا من أن كلمة منه لم ترد في آية في نفس الآية المذكورة في سورة النساء، لم ترد هذه الكلمة منه أصلا، وإنما قيل في هذه السورة فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا، فلم ترد فيها كلمة منه، هذا جعل مؤيدا أو مؤيدا لاحتمال أن من للابتداء لا للتبعيض، وذلك بهذا البيان، ببيان أن من في هذه الآية في الآية المذكورة في سورة المائدة لو كانت للتبعيض لكانت دالة على معنى لا يمكن الاستغناء عنه، لأنها تدل حينئذ على هذا المعنى الذي ذكر في هذا الاحتمال، وهو أن من أن 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 التيمم لا بد أن يكون على التراب حتى يعلق شيء باليد منه ويكون مسح الوجه به، فيكون المس ببعض الصعيد أي بالتراب الذي يبقى في اليد عند ضربها على الصعيد، فيكون المسح ببعض اليد بعض الصعيد، فيصدق معنى التبعيض، ولا يجوز حينئذ بناء على ذلك المسح على الصخرة الصماء الصخرة الصلدة التي لا تراب عليها. هذا المعنى ليس معنى يمكن الاستغناء عنه، لأنه معنى أساسي، معنى لا بد من التنبيه عليه لو كان الحكم الشرعي هو كذلك واقعا، بينما الملحوظ أن الآية نفسها المذكورة في سورة النساء حذفت كلمة منه ولم تذكر كلمة منه، حذف منه في الآية المذكورة في سورة النساء يعتبر دليلا على أن من ليس لها معنى أساسي، وإنما تدل على معنى يمكن الاستغناء عنه، ولذا ذكرت في سورة المائدة ولم تذكر في سورة النساء، هذا يدل على أن من ليس لها مدلول أساسي في الجملة بحيث أنه لا يستغنى عنه، وإنما هي تدل على معنى يمكن الاستغناء عنه، والمعنى الذي يمكن الاستغناء عنه هي والابتداء للتبعير، لأن كون الصعيد هو المبتدأ منه هذا معنى يمكن الاستغناء عنه، ليس له مدخل ليس له دخل أساسي في عملية التيمم وفي الأحكام الشرعية المستنبطة من الآية الشريفة، فهو يفهم ضمنا من جو سياق الآية من جو الآية أن الصعيد هو الذي يبتدأ به التيمم، هذا يفهم من سياق الآية، فلذا يمكن الاستغناء عنه، بينما من إذا كانت للتبعيض هذا معنى لا يمكن الاستغناء عنه، فالاستغناء عنه في الآية المذكورة في سورة النساء يكون دليلا على أن من ليست للتبعيض وإنما للابتداء، هذا شيء يمكن أن يجعل مؤيدا لاحتمال أن من للابتداء لا للتبعيض. هذا التأييد لا يخلو من خدشة، وحاصلها أنه من الممكن أن تكون الآية المذكورة في سورة النساء الخالية من كلمة منه هذه الآية وردت مطلقة، والآية المذكورة في سورة المائدة التي ذكرت فيها كلمة منه تكون مقيدة لهذا الإطلاق، وما أكثر المطلقات التي وردت في القرآن والتي قيدت بمقيدات أخرى إما في القرآن وإما في السنة، هذا شيء متعارف جدا يظهر بوضوح من خلال الممارسة للأدلة الشرعية القرآنية وغير القرآنية، وهو أنه جرت عادة المشرع الحكيم في الأدلة أنه يرسل المطلقة ثم يقيدها بمقيدات أخرى، فليكن ما نحن فيه من هذا القبيل، بمعنى أننا نحافظ على أن منه للتبعيض،
فالآية المذكورة حينئذ في سورة النساء الخالية من كلمة منه تكون مطلقة، يعني تلو على وجوب التيمم بالصعيد. إلى هنا نقول أعم من أن يكون الصعيد ترابا أو غير تراب، هذا الإطلاق في آية سورة النساء. الآية المذكورة في سورة المائدة لا تقيد هذا الإطلاق وتدل على عدم جواز التيمم بغير التراب، فلا بد أن يكون التيمم بالتراب. إذن هذه الآية بناء على أن من للتبعيض تكون مقيدة لإطلاق تلك الآية، وهذا شيء متعارف ولا ضير فيه أصلا. فإذن لا يمكن أن نقول أن عدم ذكر منه في سورة النساء يكون دليلا على أن من ابتدائية وليست للتبعيض. لا نقول أن من للتبعيض وأنها في سورة المائدة تدل على معنى أساسي، غاية الأمر أنها في سورة النساء لم يذكر هذا المعنى، وإنما ذكرت الآية مطلقة من هذه الناحية وقيدت للسورة بالآية المذكورة في سورة المائدة. إذن بناء على ذلك نحن يكفينا في مقام دفع هذا المؤيد للقول الأول في مقابل القول الأخير، يكفينا طرح احتمالات في منه غير التبعيض، يكفينا هذا المقدار، لأنه إذا جاء الاحتمال كما يقولون بطل الاستدلال. الاستدلال والتأييد ودعم القول الأول في مقابل القول الثالث يتوقف على إثبات أن من في الآية للتبعيض، ونحن لم يثبت عندنا ذلك، بل نحتمل أن من للابتداء وأنها سببية وأنها منزلة منزلة الغالب. هذه الاحتمالات ولو لم نتمكن من إثباتها بضرس قاطع لكنها يكفي في إبطال هذا المؤيد. إذن إلى هنا لا يوجد مؤيد للقول الأول في مقابل القول الثالث. هناك مؤيد آخر للقول الأول في مقابل القول الثالث، وهو الاستشهاد ببعض الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي تذكر أنه قال: جعلت لي الأرض مسجدا وترابها وترابها طهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا. كيفية الاستدلال بهذه الرواية لدعم القول الأول في مقابل الثالث هو أن يقال بأن الرواية ذكرت الأرض واعتبرتها مسجد، بينما الطهور اعتبر ذكر فيها كلمة التراب، وهذا يدل على أن الطهور ليس هو مطلق الأرض وإنما هو خصوص التراب. وإلا كان من الممكن أن يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لو كان التيمم الذي هو الطهور المقصود بالطهور في هذه الرواية يجوز على مطلق الأرض، لكان المناسب أن يقول في الحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لا أن يقول جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا. هذا دليل على أن الطهور هو التراب وليس مطلق الأرض يكون طهورا، فإذن التيمم لا بد أن يكون على التراب. هذا في المؤيد آخر، مؤيد ثاني للقولين الأول والثاني في مقابل القول الثالث. هذا المؤيد، هذه الرواية بعبارة أخرى لم ترد من طرقنا وإنما وردت من طرق العامة، والوارد من طرقنا هو الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وواضح بأنه بناء على هذا النقل للرواية لا يصح الاستشهاد بهذه الرواية ولا يصح جعلها مؤيدة كما هو واضح، لأن الطهور جعل هو مطلق الأرض جعل طهورا، وهذا يؤيد في الحقيقة القول الثالث لأنه يؤيد القولين الأول والثاني. نعم، بناء على الرواية المروية من طرق العامة يكون مؤيدا للقولين الأول والثاني في مقابل القول الثالث. إلى هنا ينتهي هذا البحث المتعلق بمادة الصعيد. قلنا أن البحث في جملة الجزاء فتيمموا صعيدا طيبا
البحث في جملة الجزاء يقع في مواد الكلمات الموجودة فيها. تكلمنا أولا عن معنى التيمم، ثم تكلمنا عن معنى الصعيد. إلى هنا انتهى البحث عن معنى الصعيد، وتبين أن الصعيد يدور أمره بين أن يكون هو مطلق التراب هو التراب، وبين أن يكون هو عبارة عن مطلق وجه الأرض. وقلنا أن الثمر بينهما تظهر فيما إذا كان هناك شيء يكون أرضا لكنه ليس ترابا، كالصخر مثلا كما قلنا سابقا، فإنه على الاحتمال الأول لا يجوز التيمم عليه، بينما على القول الأخير يجوز التيمم عليه. وتبين أنه لا يوجد ما يدعم القولين الأول والثاني في مقابل القول الثالث من خلال نفس الآية. نعم، من خلال الروايات، هذا بحث روائي فقهي ليس محل بحثنا فعلا، ولكن النتيجة الصحيحة طبعا بحسب البحوث الفقهية هو صحة القول الثالث، وهو أن الصعيد هو عبارة عن مطلق وجه الأرض. بعد ذلك ننتقل إلى المادة الثالثة في جملة الجزاء، وهي كلمة الطيب. أن الطيب ماذا يراد به؟ فتيمم صعيدا طيبا، ما هو المقصود بالطيب المذكور في الآية الشريفة؟ هناك أيضا احتمالات في تشخيص المراد بالطيب. الاحتمال الأول وهو الاحتمال المشهور أن يكون المقصود به الطاهر، فيكون الطيب بمعنى الطاهر، ويكون فيه دلالة على اشتراط الطهارة فيما يتيمم به. فتيمموا صعيدا طيبا يعني تيمموا صعيدا طاهرا، فيكون فيه دلالة كما قلنا على اشتراط الطهارة فيما يتيمم به، أي في الصعيد الذي يتيمم به. الاحتمال الثاني أنه بمعنى الحلال، ذكر هذا الاحتمال في كلماتهم أيضا، تيمموا صعيدا طيبا يعني تيمموا صعيدا حلالا، يعني يكون في هذا إشارة اشتراط أن لا يكون الصعيد الذي يتيمم به مغصوبا مثلا، محرما مغصوبا. الاحتمال الثالث فيه أن يكون بمعنى المنبت، الصعيد المنبت في مقابل الذي لا ينبت فيه النبات، يعني الأرض تارة تكون أرض قابلة للنبات ومنبتة، ومرة لا تكون كلسية مثلا ليس صالحة للنبات. هذا هم أكو احتمال ذكر في كلماتهم. الاحتمال الرابع أن يكون بمعنى كونه على حال يقتضيه طبعه، هكذا ذكر في بعض الكلمات، وهو إشارة إلى اشتراط كونه على حالته الأصلية في مقابل ما إذا خرج عن حالته الأصلية بطبخ أو نضج كالجص والنورة والزرنيخ وأمثالها، فإنها ليست أرضا على حالتها الأصلية، وإنما خرجت عن حالتها الأصلية بعملية إما طبخ أو نضج أو أمثال ذلك. الطيب إشارة إلى أن الصعيد الذي يجوز أو يجب التيمم عليه لا بد أن يبقى على حالته الأصلية، لا أن يخرج عن حالته الأصلية، فيكون في هذا الاحتمال بناء عليه إشارة إلى عدم جواز التيمم على الجوص والزرنيخ والنورة وأمثال ذلك مما هو في أساسه صعيد لكنه أجريت عليه عمليات خاصة وخرج عن حالته ووضعه الأساسي. هذا الاحتمال الأخير لم يذكره أحد من القدماء، وإنما ذكره العلامة الطباطبائي رحمه الله في الميزان، ولكنه لم يذكر منشأ وأساس ووجه هذا الاحتمال، لم يشر إلى ذلك مع الأسف، ولا بد أن يكون له وجه ويبني عليه، ولكنه لم يشر إليه في تفسيره، أو أنا لم أعثر على الوجه الذي يذكره. على كل حال هذه احتمالات أربعة في معنى الطيب. طبعا المشهور والمعروف هو الاحتمال الأول، يعني أن الطيب بمعنى الطاهر، وهذا هو الظاهر من اللفظ، الظاهر من الطيب هو الطاهر كما استعمل ذلك في كلمات كثيرة وفي شواهد كثيرة تدل على أن الطيب
يطلق ويراد به الطاهر، وهذا هو المشهور كما ذكرنا. بناء على ذلك يكون الطيب بمعنى الطاهر، وتكون نفس الآية يستفاد منها بذكر هذه الكلمة، يستفاد منها اشتراط أن يكون الصعيد طاهرا، وعلى هذا الأساس يمكن أن نستنبط حكما شرعيا بناء على هذا الاحتمال، وهو عدم جواز التيمم على الصعيد النجس الغير الطاهر. وهذه فتوى مشهورة ومعروفة، يمكن أن يكون المدرك لهذه الفتوى هو هذا الاحتمال الأول الذي ذكرناه في كلمة الطيب. قبل أن ننتقل إلى ذكر الأبحاث المتعلقة بجملة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، نذكر بحث يرتبط بجملة جزاء بعد أن انتهينا من تفسير كلمة الطيب. هناك بحث يمكن أن يذكر ويستفاد من هذه الفقرة قبل الانتقال للفقرة الأخيرة. وحاصل هذا البحث هو أنه لا إشكال في أن العبادات بشكل عام يعتبر فيها النية ويشترط فيها النية، والمقصود بالنية في المقام ليس هي نية القربة وقصد القربة، وإنما المقصود النية إلى الفعل، يعني القصد إلى الفعل في مقابل الإتيان بالفعل في حالة الغفلة وفي حالة النوم وفي حالة السهو. لا إشكال أن الأفعال العبادية يشترط أن تصدر من الإنسان وهو قاصدا، هو قاصد لها، وهذا القصد إلى الإتيان بالعبادة هو الذي يسمى في كلماتهم بالنية. نحن نعلم مثلا أن من واجبات الصلاة هو النية، النية ليس المقصود بالنية في الصلاة هو قصد القربة، لا ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود هو أن يكون الصلاة حينما تصدر من المكلف أن يكون المكلف ملتفتا إليها وعالما وقاصدا للفعل الذي يأتي به، في مقابل صدور الفعل منه بلا قصد وفي حال الغفلة وفي حال الذهول. إذن النية من الأمور التي تشترط في العبادات بشكل عام، والتيمم عبادة من العبادات كما هو واضح، فلذا تجب فيها النية ويجب فيها النية. الكلام في المقام يقع في أننا هل يمكن أن نستفيد من نفس الآية الشريفة وجوب النية في هذه العبادة في التيمم، أو لا يمكن أن نستفيد ذلك؟ يمكن أن يقال بأنه يمكن أن يستفاد هذا المعنى من قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. قلنا سابقا أن التيمم لغة بمعنى القصد، فيكون معنى الآية بناء على ذلك تيمموا صعيدا يعني اقصدوا صعيدا طيبا، والقصد هو عبارة عن النية. لا، نحن لا نريد من النية التي ذكرناها إلا القصد إلى الفعل. خب، من يقصد الصعيد لأجل التيمم، خب لا بد أن يكون ناويا للتيمم وملتفتا إلى التيمم. من يقصد الصعيد لأجل أن يتيمم به أو يتيمم عليه لا يعقل أن يكون غافلا أو ساهيا أو نائما، لأن الغافل والساهي والنائم هو لا يقصد الصعيد لأجل التيمم، بينما الآية تقول فتيمموا يعني أقصد الصعيد وأضربوا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أقصد الصعيد لأجل إجراء هذه العملية والإتيان بعملية التيمم. إذن لا بد من القصد، لا بد من ماذا؟ من النية. قد يقال بأن الآية الشريفة تشير إلى اعتبار النية في هذه العبادة بهذا البيان الذي ذكرناه. بعد ذلك ننتقل إلى البحوث المتعلقة بذيل الآية، وهي قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. أول بحث يواجهنا في ذيل الآية هو البحث في تشخيص أول فعل من أفعال التيمم، أن أول فعل من أفعال التيمم ما هو؟
القول الأول في المسألة وهو القول المشهور والمعروف، ولعله يمكن أن يقال بأن الآية بحسب النظر الأول أيضا تدل على أن أول فعل من أفعال التيمم هو مسح الوجه، فتيمموا صعيدا طيبا، خب تيممنا قصدنا الصعيد الطيب، ماذا نفعل؟ امسحوا بوجوهكم. فقد يقال أن ظاهر الآية أيضا فيه دلالة على أن أول فعل من أفعال التيمم هو عبارة عن مسح الوجه. هذا القول ليس هو القول المشهور، وإنما هو القول المشهور، ولهذا القول الأول القول الذي ذهب إليه العلامة في النهاية، نهاية الأحكام، وذكر بأن أول فعل من أفعال التيمم هو مسح الوجه. هذا القول ليس هو المشهور، اشتبهنا في التعبير عنه بأنه المشهور، لا، المشهور هو القول الثاني كما سيأتي. هذا القول قلنا بأنه قد يستدل عليه بأن ظاهر الآية هو ذلك، لأن أول فعل أمرت به الآية بعد قصد الصعيد الطيب هو عبارة عن مسح الوجه، فيكون مسح الوجه هو أول فعل من أفعال الوضوء. هذا القول كما قلنا نسب إلى العلامة في نهاية الأحكام. طبعا العلامة في النهاية لم يصرح بذلك، يعني لم يصرح بأن مسح الوجه هو أول فعل من أفعال التيمم، لكنه يستفاد من تصريحه بلزوم مقارنة النية لمسح الوجه. يعني هو ذكر بأن النية لا تعتبر قبل غسل الوجه، وإنما يعتبر أن تكون مقارنة لغسل الوجه. من هذا يفهم منه أن غسل الوجه عنده هو أول فعل من أفعال التيمم، لأن النية يجب أن تقارن أول فعل من أفعال العبادة. فإذا كان أول فعل من أفعال العبادة هو شيء آخر قبل غسل الوجه، إذن لا بد من مقارنة النية لذلك الفعل. فحينما نجوز اقتران النية بغسل الوجه كما هو يصرح بذلك العلامة في كتابه، هذا يستكشف منه أنه يرى أن أول فعل من أفعال التيمم هو عبارة عن غسل الوجه، وإلا كان اللازم أن تكون النية مقارنة للفعل الأول إذا كان هناك فعل آخر يعتبر أولا بالنسبة إلى التيمم. قلنا بأن هذا الاحتمال الذي ذهب إليه العلامة هذا قد يستدل عليه بظاهر الآية، باعتبار أن ظاهر الآية بعد قصد الصعيد هو أن مسح الوجه هو أول شيء أمرت به الآية، فيكون هو أول فعل من أفعال الوضوء. غاية الأمر أن مسح الوجه بالصعيد هذا يتوقف على ماذا؟ يتوقف على شيء، وهذا الشيء هو عبارة عن ضرب الأرض باليدين، ضرب اليدين على الأرض أو وضع اليدين على الأرض، لأنه لا يمكن مسح الوجه بالصعيد، واضح، لا يمكن مسح الوجه بالتراب أو بالصعيد إلا بعد ضرب اليدين على الأرض أو وضع اليدين على الأرض. فعملية الضرب التي هي توجد قبل مسح الوجه هذه مقدمة لمسح الوجه، لا أنها هي عبارة عن الفعل الأول من أفعال التيمم. بعبارة أخرى أن ضرب اليد على الصعيد ثم مسح الوجه من قبيل في باب الوضوء اختراف الماء مثلا، كيف أنه هناك لا إشكال أنه في الوضوء أن غسل الوجه هو أول فعل من أفعال الوضوء، أول فعل من أفعال الوضوء غسل الوجه بلا إشكال، لكن غسل الوجه يتوقف على اغتراف شيء من الماء، هذا الاغتراف يتوقف عليه الواجب، لا أنه هو يكون واجبا ويكون جزءا من أجزاء الوضوء. اغتراف الماء مقدمة لغسل الوجه. في المقام أيضا ضرب اليدين على الأرض هذا مقدمة لمسح الوجه بالصعيد، وليس هو أول فعل من أفعال ماذا؟ من أفعال الوضوء. فيعتبر ضرب اليدين مقدمة لمسح الوجه ولا يعد جزءا من التيمم، فتكون آية التيمم مشابهة لآية الوضوء،
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. كيف هناك نقول بأن غسل الوجه هو أول فعل من أفعال الوضوء، هنا أيضا نقول فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم. مسح الوجه يكون هو أول فعل من أفعال الوضوء. هذا هو القول الأول في المسألة، وقلنا أنه هو القول غير المشهور، ذهب إليه العلامة على ما يظهر من كلماته. القول الثاني وهو القول المشهور أن أول فعل، أن أول فعل من أفعال التيمم هو عبارة عن ضرب اليدين على الأرض، هذا هو أول فعل من أفعال الوضوء. قالوا بأنه يمكن أن تكون الآية أيضا فيها إشارة إلى ذلك، لأن الآية تقول فتيمموا صعيدا طيبا، يعني أقصد الصعيد. لماذا يقصد الصعيد؟ لا يقصد الصعيد لكي ينظر إليه أو لكي يقف عليه، واضح أنه من جو الآية أنه ليس المقصود من قصد الصعيد هو النظر إلى الصعيد أو الوقوف على الصعيد مثلا، وإنما المقصود هو ضرب الصعيد، ضرب اليدين على ماذا؟ على الصعيد، ثم مسح الوجه واليدين من ذلك الصعيد. هذا قد تكون الآية فيها إشارة إلى ذلك. طبعا الثمرة بين هذين القولين كما ذكر الفقهاء قالوا تظهر في مثال ذكره الفقهاء، وهو ما إذا فرضنا أنه كانت هناك عواصف غبارية شديدة جدا، والإنسان الذي يقف أمام هذه العاصفة الغبارية مثلا سيملأ التراب وجهه ويديه. هنا على القول الأول يجوز له أن يمسح وجهه ويديه ويقصد التيمم، بينما على القول الثاني يحتاج، لا يكفي ذلك، لا بد من أن يضرب بيديه ماذا؟ الأرض، ثم يمسح الوجه واليدين. الضرب على الأرض هذا حينما يجعل أول فعل من أفعال التيمم فلا بد من الاتيان به، ولا يكفي وصول التراب المن إلى الوجه، بينما إذا جعلنا أول فعل من أفعال الوضوء هو عبارة عن مسح إلى الوجه، فحينئذ إذا مسح على وجهه إذا وصل التراب إلى وجهه يجوز له المسح به ولا يحتاج إلى ماذا؟ إلى الضرب. من قبيل الماء في الوضوء، لو فرضنا أنه كان هناك مطر وسقط المطر على وجهه، يتمكن من أن يمسح بالماء الموجود على وجهه ويغسل به وجهه وينوي بذلك ماذا؟ الوضوء. التيمم أيضا يكون من هذا القبيل. فالاحتمالات أو الأقوال في هذه المسألة كما قلنا هناك قولان، المشهور هو أن أول فعل من أفعال التيمم هو ضرب اليدين على الأرض، وهذا هو الرأي المشهور. هذا الرأي طبعا يمكن أن يستدل عليه بالروايات، روايات التيمم التي تصرح بالضرب، ويظهر منها أن الضرب هو أول فعل من أفعال الوضوء، من قبيل روايات كثيرة نقرأ نموذج منها. حسنة الكاهلي قال سألته عليه السلام عن التيمم، قال فضرب يديه على البصاق ثم مسح بهما. وهكذا موثق الزرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيديه الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة. قد يستدل بهذه الروايات وغير هذه الروايات بأن ظاهرها هو أن الضرب هو أول فعل من أفعال الوضوء. إذن فيما يرتبط بالبحث القرآني من الآية، الآية فيها احتمالان. الاحتمال الأول هو ما ذهب إليه العلامة من أن مسح الوجه هو أول فعل من أفعال الوضوء. الاحتمال الثاني أن الفعل الأول هو ضرب اليدين على الأرض، وكل منهما قد يستدل عليه بظاهر الآية كما تقدم سابقا. فالأول يستدل عليه بظاهر الآية باعتبار أن مسح الوجه هو أول ما ذكر في الآية، فيكون هو الفعل الأول من أفعال التيمم. والقول المشهور أيضا قد يستدل عليه بظاهر الآية، بمعنى بدعوى أن قصد الصعيد فتيمموا صعيدا طيبا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى ضرب اليدين عليه، لما قلنا من أنه ليس المقصود
بوجوب قصد الصعيد تام، مو مقصود الصعيد هو النظر إلى الصعيد أو الوقوف على الصعيد وأمثال ذلك، وإنما المقصود هو ضرب اليدين على ماذا؟ على الصعيد. فلعل الآية فيها إشارة ولو من طرف خفي إلى ذلك، هذا ما يرتبط بهذا البحث بهذا البحث. هناك بحث آخر نذكر عنوانه فعلا ونؤجله للدرس الآتي، وهو أنه بعد افتراض أن الضرب الرأي المشهور، أن قلنا برأي المشهور وهو أن أول فعل ليس هو عبارة عن مسح الوجه، فحينئذ ما هو أول فعل من أفعال الوضوء؟ هل هو عبارة عن ضرب اليدين على الأرض أو يكفي وضعهما على الأرض؟ الضرب، نحن بحاجة إلى ضرب اليدين على الأرض أو لا يكفي وضع اليدين على الأرض؟ وطبعا هناك فوارق بين الضرب وبين الوضع، فالواجب هل هو الوضع أو الضرب؟ هذه مسألة محررة في كلماتهم ومعروفة في كلماتهم، فلا بد من بحثها على ضوء الآية القرآنية. أن الآية القرآنية مثلا هل يمكن أن يستفاد منها أن الواجب هو الضرب أو الواجب هو يكفي أم يكفي وضع اليدين على الأرض؟ هذا بحث يأتي التعرض له إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.